أعلن المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية أن اللجنة لم تتلقي أي ترشيحات خلال اليوم الأول من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن المقرر أن يستمر فتح باب تلقي الطلبات حتى 14 من الشهر الجاري. طبعاً احنا في نهاية اليوم الأول نرحب بحضراتكم تاني، وبنعلن النهارده ختام اليوم الاول للجنه تلقي اوراق الترشح، وما لم يتقدم احد واللجنه مستمره ان شاء الله لغايه يوم 14/10 في استقبال كل من يرغب في تقديم طلب الترشح. بشكر حضراتكم ونتابع مع بعض ان شاء الله، كل يوم هنطلع ببيان او مؤتمر نبين ما تم في خلال يوم من الايام بتاعه 10 ايام الخاصه بتلقي أوراق الترشح إن شاء الله.